ما حمله الوفد المصري 3 ملفات. الملف الأول هو لقاء يوم الأربعاء القادم الذي سيجمع رئيس السلطة بالفصائل الفلسطينية القاهرة، معنية على إعادة ملف المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني وتقوية هذا الموقف الفلسطيني أمام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. دار نقاش كبير وجاد في هذا الموضوع. الملف الثاني هو ملف الحصار الإسرائيلي. حركة حماس أبلغت القاهرة أن العودة إلى التفاهمات يجب أن لا يكون كما كان بالماضي، أي بمعنى كما كنا حتى نحن ننصح بالانتصار. تناولت حركة حماس هذا الملف، أي مناقشة جذر المشكلة، وجذر المشكلة هو بإنهاء الحصار وليس السماح بالمنحة القطرية فقط بالدخول، وكأن التفاهمات اختزلت كلها $100 ل100,000 عائلة لا تفي بالتأكيد باحتياجات قطاع غزة وتطلعات وطموحات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. طرحت ملفات عديدة في هذا الملف. محطة توليد الكهرباء سيتم إيقافها يوم غد. تم تحميل الوفد الأمني المصري مخاطر لو توقفت هذه المحطة على كل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني وأثر ذلك حتى على العلاقة مع الاحتلال وسبل التصعيد وفرص التصعيد. أيضا نوقش ملف البضائع المزدوجة الاستخدام. إسرائيل لم تفي بهذا البند الذي يعزز حالة الاقتصاد في قطاع غزة. أيضا نوقشت قضايا أخرى لها علاقة بالتفاهمات سواء كانت متعلقة بالمناطق الصناعية وغيرها من الموضوع. أي بالمجمل هذه الملفات تصب في اتجاه واحد وهو إنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. أيضا تناول الوفد العلاقات بين الطرفين ويعني محاولة تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وبين القاهرة في ملفات أخرى لا نعلم، ربما نوقشت بعض الملفات الأخرى التي هي ليست مفصولة عن مقاربة جانس. ربما يكون تناولت بعض الملفات كون أن الذي شارك في اللقاء السيد يحيى السنوار، ونحن نعلم أن السيد يحيى السنوار هو رئيس المكتب السياسي وهو ذو علاقة قوية بكتائب القسام بالجناح العسكري لحركة حماس. فمن المحتمل أن يكون هناك طرح لبعض ملفات مثل موضوع الجنود الأسرى كون أن مقاربة جانس تتحدث عن هذه الملف بشكل واضح وتربطه بإنهاء الحصار عن غزة. حماس باختصار شديد كانت حريصة على إنجاح هذا الدور المصري، وأعتقد أن مصر ربما تعود إلى إسرائيل لتنقل لها هذا التوجه، لأنه حتى اللحظة كمؤشر ربما يقرأه البعض أنه سلبيا لم يخرج بيانا أو مؤتمرا صحفيا. المؤتمر الصحفي ربما نتفهم كمراقبين أن كورونا قد تحول، حتى من شارك بهذا اللقاء من الفلسطينيين يتم حجرهم صحيا في هذه المسألة، ولكن أنا أقول لكن لماذا لم يصدر بيان صحفي مكتوب؟ ننتظر الساعات القادمة، أو لو إن لم يصدر هذا البيان هذا لا يعطي مؤشرا أن الزيارة فشلت. لا يوجد فشل في السياسة، ربما هناك محاولات، والقاهرة أعتقد ستستمر بهذه المحاولات إلى أن تصل إلى قواسم يرتضيها شعبنا الفلسطيني وتصب في الصالح العام الذي يتقاطع أيضا مع مصالح الأمن القومي المصري.